بعد قضاء 7 مواسم كاملة في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ماتيو فالبوينا يغادر نهائيا نادي عاصمة الجنوب الفرنسي ليرسم التحاقه عشية يوم السبت بنادي دينامو موسكو الروسي لمدة 3 مواسم كاملة مقابل 7 ملايين يورو، وسيتقاضى أكثر من 3 ملايين أورو سنويا. الدولي الفرنسي كان محل اهتمام العديد من الأندية سواء الناشطة في البطولة الإسبانية أو الإنجليزية، لكنه فضل نادي العاصمة الروسية الذي يعول على البروز معه وخوض تحديات جديدة للموسم المقبل.